أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في لقاء متجدد مع برنامجكم روشيتا. النهاردة هنوصف لكم روشيتا جديدة لعلاج الاكتئاب، لكن قبل ما نوصف روشيتا هنتكلم عن الاكتئاب، إيه هو أسبابه، طرق الوقاية، تشخيصه وكمان علاجه، وده من خلال ضيف حلقتنا النهاردة دكتور عمرو علي المراكبي، أخصائي المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الإدمان. بنرحب بحضرتك معانا النهاردة دكتور عمرو. اهلا وسهلا يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. الاكتئاب وما يدور حواليه والعلاج النفسي والطب النفسي، يعني من الموضوعات اللي احنا متشوقين نسمع عنها الكثير من خلال حضرتك النهارده. ولكن لفت يعني نظري في البدايه دكتور، تخصص حضرتك اخصائي المخ والاعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان، فخلينا يعني قبل ما نبدا نتكلم عن موضوع الاكتئاب، موضوع حلقتنا النهارده، يعني حضرتك تقول لنا ايه الفرق ما بين تخصص المخ والاعصاب والطب النفسي، ده بيعالج ايه وده بيعالج ايه، وده يعني حتى الاعداد المهني للطبيب ده بيدرس ايه عشان يصل لانه يتعامل مع اي عميل، وده كمان المفروض انه بيتعامل مع اي عميل. يعني حقيقي الأول اسمح لي أن أنا أشكر حضرتك طبعا على الاستضافة، وأتمنى أن احنا نقدم حاجة الناس تستفيد بيها. برنامج حضرتك من البرامج الهادفة والمفيدة، واللي هي أكيد بتفيد الناس وبتقدم إجابات على تساؤلات كتير جدا، وده طبعا هدفنا أننا نفيد كل المواطنين ونصل لحد عندهم بالمعلومة والنصيحة. تمام يا فندم. طبعا هو دراسة الطب بعد ما الطالب بيتخرج من كلية الطب وبيحصل على البكالوريوس في الطب والجراحة، لازم بعد كده بيتجه لأنه هو يتخصص في تخصص من تخصصات الطب، فبيعمل دراسات عليا بحيث أنه هو يبقى مؤهل أنه هو يشتغل في التخصص اللي هو يبقى ممارس. هو بعد ما بيخلص البكالوريوس بيبقى ممارس في، او بيبقى حاجه اسمها طبيب عام، اللي هو بيتعامل بشكل اولي مع الامراض ويقدر ان هو يفيد قطاعات معينه من الناس ويوجه المرضى نحو التخصص. اذا كان الموضوع بسيط ومش محتاج تخصص ممكن هو يعتبر زي طبيب اسره. بعد كده في حاجة اسمها التخصص، بعد كده ان هو بيبتدي يتجه ان هو يعمل دراسات عليا في فرع من فروع الطب. طبعا في حاجة اسمها ماجستير الأمراض النفسية والعصبية، بيقوم الطالب بعد ما بيخلص البكالوريوس بيبتدي يدرس التخصصين دول اللي حضرتك اتكلمت عنه، المخ والأعصاب، المخ والأعصاب والطب النفسي. يعني دول يعتبروا في تخصص واحد في الماجستير، يعتبروا لغاية الآن في تخصص واحد، بندرسهم الاثنين، والاثنين يعني لهم اهتمامات مختلفة، أو كل واحد فيهم له مجال بيتعامل معه، ولكن دراستهم مع بعض مهمة لأن فيهم يعني في تقارب طبعا ومتكاملين مع بعض ما فيش شك. الطب المخ والأعصاب بيدرس كل ما يتعلق بأمراض المخ والأعصاب، زي السكتة الدماغية، زي أمراض الصرع، زي التصلب المتعدد، أمراض العضلات، أمراض الأعصاب، الشلل الرعاش، الزهايمر، الحاجات العضوية، وده غير جراحة طبعا. المخ والأعصاب ده بيبقى بيتعامل مع الأمور دي بس بشكل جراحي، لكن طب المخ والاعصاب كل هدفه اللي هو علاج الامراض اللي انا قلت لحضرتك عليها. طب قول الامراض كده تاني عشان نقول للساده المشاهدين اللي بيشتكي من هذه الاعراض يبقى على طول يروح ويتوجه الى متخصص المخ والاعصاب. طبعا السكته الدماغيه على راس الاهميه الكبرى لطبيب المخ والاعصاب، والهدف الاساسي التعامل معاها ومضاعفاتها، تشخيصها وإعطاء العلاج في الوقت المناسب. الصرع بأنواعه، الحاجة اسمها التصلب المتعدد بأنواعه، الشلل الرعاش، أمراض الأعصاب كلها، كل ما يتعلق بأمراض الأعصاب، التهابات الأعصاب الطرفية، مجموعة كبيرة من أمراض الأعصاب، أمراض العضلات، كل الأمور دي بتندرج تحت اهتمامات طب المخ والأعصاب. يعني حتى الأطفال السي بي اللي هم عندهم إعاقات ضمور العضلات. بص حضرتك، هو طبيب المخ والاعصاب بيتعامل مع كل الامراض العصبيه، ولكن هو جرى العرف يعني ان الحاجات اللي لها علاقه بالاطفال
هم عندهم أطباء الأعصاب الأطفال اللي عادة بيتعاملوا مع تخصص لأعصاب الأطفال، في أعصاب الأطفال مندرج تحت طب الأطفال، ولكن طبيب الأعصاب مؤهل إن هو يتعامل مع كل الحالات يعني. طيب ده كده إحنا عرفنا ده طب المخ والأعصاب. نيجي بقى للطب النفسي. الطب النفسي طبعا زي ما حضرتك قلت وعلاج الإدمان ده فرع من فروع الطب، بيتعامل مع كل الأمراض النفسية، ودي يعني تشمل حاجات كتير جدا، ومنها حتى يعني بعكس بقى الأمراض العصبية في الأطفال، في الطب النفسي في الأطفال تابع للطب النفسي وعلاج الإدمان وأمراض النوم. ليه يا دكتور مع أن في أمراض كتير مرتبطة بالطب النفسي ولكن يعني اقترن العلاج الإدمان بالطب النفسي؟ يعني ليه اختص بعلاج الإدمان مع أننا مثلا في الانتحار، في التشاؤم، في القلق، في حاجات كتيرة يعني لها علاقة بالطب النفسي، ليه خصيصا يعني تم تسمية التخصص واقترن بالإدمان؟ يعني علاج الإدمان ولا هو معني هذا التخصص بعلاج الإدمان؟ هو علاج الإدمان أو اللي بيعالج الإدمان أو بيتعامل مع المدمنين ويكتب لهم العلاج هو الطبيب النفسي. فلو حضرتك قلت الطب النفسي بس ممكن في ناس كتير ما تعرفش، طيب هو علاج الإدمان تحت يعني اللي عايز يتعالج من الإدمان يروح يتوجه لمين؟ ليه الطب النفسي بالذات اللي بيتعامل معاه؟ لأنه كل ما يتعلق بالإدمان من أول ما الشخص يبتدي يتوجه وإن هو يبقى مدمن بعلاج الإدمان بالأسباب اللي أدت إن هو يبقى مدمن وما بعد علاجه وتأهيله نفسيا كله مرتبط بالطب النفسي. يبقى إذن فأفضل طبيب يقدر يتعامل مع مريض الإدمان هو طبعا أكيد الطبيب النفسي بقى. وهو طبعا بيدرس الإدمان بأنواعه وكيفية التعامل معاه وكيفية علاجه، الطبيب النفسي بيدرس الأمور دي بالتفصيل. ولكن أمراض أخرى لها علاقة بالطب النفسي بالإضافة إلى علاج الإدمان، ودي المفروض تتوجه إلى الطبيب. الطب كل الأمراض النفسية كلها بيعالجها الطبيب النفسي، بس احنا يعني بنفرد علاج الإدمان كفرع من فروع الطب النفسي حتى الناس اللي عندها المشكلة دي تبقى عارفة تتوجه لمين يعني. طب عايزين يعني إذا كان ده في تصوري يعني إن الناس بالنسبة لطبيب المخ والأعصاب ما عندهاش مشكلة ناحيته، ولو عندها مشكلة من المشكلات اللي حضرتك بتقول عليها بيتوجهوا فورا إلى وبيسألوا يعني بكل صوت عالي عايزين طبيب مخ وأعصاب شاطر، إنما أما يجوا ناحية طبيب نفسي تلاقي صوتهم بقى واطي شوية وبنسأل وإحنا يعني في حرج. ليه لحد دلوقتي في صورة ذهنية يعني غير إيجابية عن إن في حد يبقى مريض مرض نفسي أو محتاج يروح لطبيب نفسي، وإزاي نحسن الصورة الذهنية دي؟ الوصمة وصمة المريض النفسي إن هو مجرد ما بتقول إن ده مريض نفسي بيوصم بشكل معين، الناس بتبتدي تبصره بشكل معين إن ده مريض نفسي. الوصمة نفسها بتخوف الناس كتير جداً إن هي تتوجه للطب النفسي، والناس بتتخيل إن الطبيب النفسي بيعالج ناس مجانين بس، لكن طبعا التعامل مع الأمراض النفسية عندنا مجموعة كبيرة جدا من الأمراض والمشاكل والعوارض حتى النفسية اللي محتاجة إن المريض يتكلم مع الطبيب النفسي فيها عشان يوصل لحل. الصورة الذهنية طبعا زي ما حضرتك قلت في صورة ذهنية تقدمت للناس، نرجع للأفلام بقى وطريقه عرض يعني احنا برضو بنقول ان فعلا كان يعني دايما بيصوروا الطبيب النفسي شكله مختلف والمريض النفسي انه بيتوحد مع التخصص، يعني عندنا دايما نلاقي الطبيب النفسي يعني ظروفه وتعامله يعني لا هو اكيد ما اكيد ما بيتوحدش مع التخصص يعني ولا يعني حاجة. ده اللي بتظهره لا طبعا في صوره ذهنيه تقدمت لفترات طويله عن طريق الميديا أو الأفلام بشكل عام، الطبيب النفسي طالع بشكل معين، التعامل مع المريض النفسي بشكل كوميدي بشكل معين، طبعا لما الناس تشوف الكلام ده هتخاف إن هي تقرب. يعني حضرتك عايز تقول إن الصورة الذهنية السيئة اللي اترسمت عن الطبيب النفسي كان سببها التناول الخطأ أو الخاطئ لوسائل الإعلام بشكل كبير؟ طبعا بشكل طيب كبير. يعني هل بيبذل مثلا أو في خطة معينة لأطباء الطب النفسي إنهم يغيروا الصورة الذهنية دي عن طريق حملات علاقات عامة، عن طريق لقاءات توعية،
يعني ما فيش حاجة يعني بيبذلها أطباء النفسيين لتغيير هذه الصورة وللتوعية السليمة عن التخصص؟ طبعا احنا يعني ان انا موجود مع حضرتك النهارده ده جزء من التوعيه، عشان كده انا بدأت بالتساؤل اكيد ده، لان فعلا بنلاقي ناس كتيرة حتى بتبقى محتاجة الطبيب النفسي ومش عارفة ان هو ده اللي هي يعني انا هيساعدها. عايز اقول لحضرتك ان في مرضى كتير جدا بيعانوا من امراض نفسيه واضحه بشكل يعني لا يقبل الشك، واخر اختيار ليهم للاسف هو الطبيب النفسي. نروح للدجالين ونروح للمشعوذين ونروح لغايه ما الحاله تتفاقم تماما وتحصل فيها مشاكل، واخر حاجه بنروح لها او بنتوجه ليها هو الطبيب النفسي بعد ما نكون خسرنا كتير جدا. خد بال حضرتك ان المريض النفسي اذا كان النهارده مثلا وصل لمرحله ان هو مش واعي بالامراض النفسيه اللي عنده او بالمشكله اللي عنده واتوجه به اتجاه خاطئ، ده بيعمل نوع من انواع الصدمات النفسيه اللي بيتعرض ليها، وبالتالي بعد كده لما بيخف حتى او ما بيجي لنا ونبتدي نتعامل معاه ونديله العلاج بشكل سليم ويبتدي يبقى شخص كويس، الاثار النفسيه المترتبه على التوجه الخاطئ ده بتسيب اثر نفسي كبير فيه. فتخيل حضرتك ان انا ممكن اروح لدجال او اروح لمشعوذ او اروح اتوجه اتجاهات معينه، كل ده خوفا من ان انا اروح للطبيب النفسي. هو بنسمع عن كوارث بيعملها طبعا الدجالين وغير المتخصصين، وفي الاخر يعني الندم مش بينفع. فمن البدايه احنا بنوجه يعني صوتنا لكل مشاهدينا ومتابعينا اننا نروح للتخصص واصحاب التخصص، ومش عيب بل بالعكس يمكن حضرتك تفيدنا يعني اهميه الطب النفسي على المستوى العالمي. بص حضرتك هو الطب النفسي فرع من فروع الطب، فرع بيدرس في كليات الطب، له اصول له اسس، بيتعامل مع عوارض نفسيه بشكل مقنن. مش كل حد بيروح للطبيب النفسي فهو مجنون، في عندنا عوارض ومشاكل نفسيه كتيره جدا ولها حلول. وبعدين الطبيب النفسي زيه زي اي طبيب في الاول وفي الاخر، انت لما بتروح تتكلم مع طبيب كل الحاجات اللي حضرتك اتكلمت معاه فيها او قلتها بتتمتع بمنتهى الخصوصيه، فمش لازم انت لما تروح للطبيب النفسي الناس مش لازم تعرف ان انت رحت للطبيب نفسي. هو مش عيب، ومش معنى ان انت رحت للطبيب النفسي ده معناه ان حضرتك مجنون او ان انت يعني بتظهر بالشكل اللي بيظهر في الافلام او الشكل ده. ممكن يكون عندك مشكله بسيطه، ممكن يكون عندك مشكله حلها مش موجود الا مع الطبيب النفسي، فليه انت حضرتك تفضل عايش بالمشكله بتاعتك خوفا بس من الوسم؟ فانت اطمئن تماما، انت بتروح مع شخص اولا دارس عارف تماما العوارض اللي عندك ابعادها ايه وعلاجها بيتم ازاي، في نفس الوقت انت بتتمتع بمنتهى الخصوصيه، انت ما عندكش مشكله او ان الحاجه اللي انت بتقولها دي. احنا بنبقى حريصين جدا لان احنا عارفين النظره بتاعه المجتمع للطب النفسي والمشاكل النفسيه، فبالعكس الطبيب النفسي من اكتر الناس حرصا على الخصوصيه بتاعه المريض. طيب خلينا ناخد اتصال من الاستاذه كريمه. استاذ كريم، استاذ كريم اهلا بيك. انا بس دكتور معايا. ايوه معاك الدكتور عمرو علي المراكبي، اخصائي المخ والاعصاب والطب النفسي وعلاج الادمان. يا دكتور انا بس كتير يا دكتور، لما بشوف حد قدامي يسيبني ويمشي ويجي لي تاني انا ما اعرفوش. بتنسى كتير. طيب هو سنك قد ايه يا استاذ كريم؟ 29. سنك 29 سنه. طيب يعني هل اتعرضت لموقف معين يعني او صدمه معينه بعدها حسيت ان انت ابتديت يعني الحاله دي ابتدت تظهر عندك؟ ايوه يا دكتور، يعني زي توتر كده. طيب بس من يعني فتره جامده دي بتاع 5 6 سنين كده. طيب وقبل الخمس ست سنين حضرتك ما كانش عندك مشاكل؟ لا ما كانش في اي مشاكل، بس انا بنسى بطريقه جامده يا دكتور. بينسى بطريقه جامده. يعني مثلا قدامي وقعد معايا. طيب هما انه يمشي ويرجع تاني ما اعرفش. تمام. طب هو الخمس ست سنين دول هل حضرتك مريت بتجربة مختلفة عن بقية فترات حياتك؟ يعني في حاجة جدد في الخمس ست سنين دول؟ لا ما فيش أي حاجة جدد. يعني مش متعرض حضرتك لضغط نفسي، عندك مشاكل في الشغل؟ أيوه متعرض، يعني الحياة بقت صعبة. طيب يا فندم. طيب حضرتك بنشكرك على اتصالك وتابع من خلال الشاشة.
يعني حالة زي، شكرا جزيلا، حالة زي الأستاذ كريم أعتقد يعني بتحصل معنا كلنا، لكن بنسب متفاوتة. يعني ممكن نقابل حد نبقى ناسي يعني عارفينه كويس أوي، علاقنا بيه كويس أوي، لكن وإحنا بنقابله اسمه يروح من دماغنا فجأة. هو الأستاذ كريم هو رد على المشكلة بنفسه، الضغوط النفسية. دلوقتي لما تكون حضرتك متعرض لضغط نفسي عنيف، عندك مشاكل سواء في الشغل، في لقمة العيش، في المشاكل الأسرية، مشاكل في شغلك، تركيزك هيبقى متشتت. ألف به في الذاكرة إن أنا أكون مركز. لما جينا احنا النهارده بنتكلم على الاكتئاب، هو موضوعنا النهارده بالظبط، يعني هل في علاقه بين طبعًا الاكتئاب من ضمن الاعراض والتذكر؟ طبعا من ضمن الاعراض الاكتئاب ان الشخص نفسه يبقى عنده مشكله في التركيز. تلاقيه مثلا قاعد بيتفرج على التلفزيون وذهنه اصلا موجود في حته تانية. لو سالته حضرتك ايه اللي انت متابعه او انت بتتفرج عليه لي او كده، احكي لي قصه الموضوع ولا اي حاجه. فالف ب النهارده في الذاكره، انا عشان يكون عندي ذاكره او عشان اتذكر انا اتكلمت في ايه مع حضرتك او انا فطرت ايه النهارده او مين اللي قابلني او كده، لازم اكون انا مركز مستقبل المعلومه بشكل كويس، بحيث لما المخ يبتدي يحاول ان هو يجيب المعلومه تاني تكون المعلومه حاضره. لكن انا لو مش مركز مش مستقبل المعلومه. يبقى لازم يتعامل مع الضغوط، لازم الاول نتعامل مع المشكله اللي موجوده عندي، السبب الرئيسي بالزبط. وهو الاكتئاب اللي سواء اكتئاب او توتر او اي حاجه واخده من تركيزه. فالامور دي لما بتتعالج والشخص نوصل فيها لحلول، الذاكره طبعا خلال بتتحسن. الحلقه هنتكلم عن العلاج وطرق الحلول الممكنه مع مثل هذه الحالات، فتابع معانا ان شاء الله يا استاذ كريم. وناخد اتصال من استاذ سامح. السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور لو سمحت، يعني بقالي حوالي من 5 شهور او 6 شهور ما بنامش من اصله، يعني كل 48 ساعه على ما انام نص ساعه. تمام. واعصابي مشدوده طوالي ودماغي مش طايقه من الصداع. يبقى في اعراض صداع مع شده اعصاب مع ارق وعدم نوم خالص ومفيش منافس لاي حاجه. طيب دكتور عمرو هيسال حضرتك كده يعني بعض حضرتك يا فندم بتتعالج من اي امراض عضويه؟ لا الحمد لله، والله لا عندي اي حاجه من اصل، وكانت صحتي 10 على 10. تمام. طيب ال5 شهور دول او ال6 شهور اللي حضرتك بدات تشتكي منهم، هل في حاجه جدت؟ في حاجه مزعله حضرتك؟ في حاجه مضايقه حضرتك؟ والله انا اب ل4 بنات. تمام. ولي اخ مهندس على درجه وكيل وزاره، فجيت لقيته بيقول لي انا عندي ربنا كرمني وقعدت اشتري ارض لما بقى معايا حوالي 39 مليون. تمام. ففاجئت ابوه بيقول لي انا عايز منك تعمل لي اقرار بالشارع العقاري على انك ما تكتبش وتملك البنات. فقلت له ازاي؟ قال لي انت هتودي البيت ناخده للبنات، انا وانا رايح شاكيني بشيك مزور ب 700,000 جنيه. ورحت للطب الشرعي وطلع مضروب. من اليوم دي وانا مانيش عارف انام من عملة اخويا فيا خالص، وارجوك ارجوك ارجوك تديني توصف لاي نوع علاج ينيمني. لان والله ما انا قادر امشي ولا عندي اسم التركيز من اصل. وانا قاعد مع بناتي وزوجتي متوفيه من سنه 2007، ولا قاعد براس البلد، لا انا عارف اشوف مصلحتهم ولا عارف اشوف مصلحه نفسي من الفكر والارض اللي انا فيه. لكن ما بتاخدش اي ادويه في خلال الفتره دي خالص يا عم سامي؟ والله انا كنت رحت للدكتور وكتب لي منوم، والمنوم اخده ما يبنيش نص ساعه. رحت لطبيب نفسي؟ رحت لدكتور مخ واعصاب. تمام. شكرا شكرا. اداني علاج عشان اللي يحش الاكتئاب دي وينيمني، لا الاكتئاب يروح ولا النوم بيجي من اصله. شكرا على اتصالك، وتابعنا من خلال الشاشه ودكتور عمرو هيرد على حضرتك ان شاء الله. يعني حاله فيها جزء اجتماعي،
له انعكاس على الحالة النفسية وأثر على الحالة النفسية وأكيد كمان له تأثير على الحالة الصحية. وهنا يعني عايزين حاجة بقى، وده كان بداية فك الاشتباك في بداية الحلقة أما اتكلمنا على المخ والأعصاب والطب النفسي، فهل هنا توجه عم سامح أو أي حالة مشابهة، هل التوجه الصحيح أنه يروح على مخ وأعصاب زي ما عمل عم سامح ولا يروح لطب نفسي؟ بص حضرتك، هو زي ما احنا قلنا في بداية الحلقة ان الماجستير الامراض النفسية والعصبية بيشمل التعامل مع التخصصين، بس مش كل الاطباء بيتعاملوا في التخصصين. في اطباء كتير بتحب انها تشتغل في المخ والعصب بس، وبتبقى بعيدة تماما عن التعامل مع المرضى بتوع الطب النفسي. وفي اطباء بيتعاملوا مع الطب النفسي بس، وبيبقى ما عندهمش يعني او ما تعاملوش مع حالات المخ والاعصاب. فلا طبعا النصيحه ان انا بروح لطبيب هو طبيب نفسي، يعني هو شغلته ان هو بيتعامل في الطب النفسي. زي ما حضرتك شفت الحاله كلها طبعا تشخيص الحاله احنا طبعا هو عنده مشكله في النوم. المشكله في النوم او الارق دي مشكله كبيره وفرع من فروع الطب النفسي بنتكلم فيها بشكل مستفيض. الفكرة ان طبعا ان الارق او عدم النوم له اسباب كتير، من ضمن الاسباب الموضوع اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة الاكتئاب. واضح جدا من طريقة الكلام ان في مشكلة اسرية، مشكلة اجتماعية بتواجه المتصل الكريم، وهي اللي مأثرة على النوم. وهو حتى لما راح للطبيب المخ والاعصاب من ضمن العلاج اللي هو بيكتبه علاج الاكتئاب. طبعا احنا المفروض الطبيب النفسي بيتعامل مع المشكلتين، بيتعامل مع سبب اللي ادى، طالما ان الارق ده له سبب وفي سبب واضح، التوتر والاكتئاب اللي موجود لازم يتعامل معاه. وممكن نضطر ان احنا نتعامل مع الارق في لوحده في حد ذاته. المشكله برضو في علاج الاكتئاب، الناس ما بتصبرش. يعني الناس لما بتيجي تتعامل، التعامل مع الطب النفسي مش زي التعامل مع الامراض العضويه. يعني ممكن لو حضرتك مثلا عندك وجع في ظهرك فروحت الصيدليه خدت قرص، بعد نص ساعه بدات تحس ان انت كويس. خدت قرص للضغط، بعد ساعتين نقيس الضغط نلاقي الضغط كويس. فالناس بتتعامل مع الـ مع الـ مع القصه بالشكل ده. لا، الموضوع محتاج اولا ان هو يروح لطبيب نفسي، كل الضغوط النفسيه اللي موجوده عنده دي يبتدي يقولها، يبتدي يطرحها. الدكتور لازم وظيفته ان هو يسمع المريض. هل عم سامح واللي عنده مشكله مرتبطه بالضغوط النفسيه برضو زي الاستاذ كريم، او ضغوط مرتبطه بالقلق، هل يثقوا في ان العلاج النفسي هيجيب نتيجه؟ هو طبعا العلاج النفسي وربنا سبحانه وتعالى طبعا هو الشافي. الطب النفسي هو طبعا سبب من الاسباب. الحاله اللي بيتكلم عنها حضرتك حاله لها علاج طبعا. يبقى نقول للعم سامح يتوجه للطبيب، اول حاجه يتوجه للطبيب النفسي، ولازم كمان يبقى عارف ان علاج الاكتئاب اولا يعني علاج الاكتئاب او كتير من الامراض النفسيه مش دواء بس. يعني الدواء جزء من منظومه العلاج في الطب النفسي. في عندنا حاجه اسمها العلاج النفسي. العلاج النفسي وظيفته بيقوم به متخصصين، مش لازم يكونوا اطباء على فكره. يعني في ناس كتير بتشتغل العلاج النفسي ومؤهلين تماما ان هم يتعاملوا مع المريض. من ضمن الحاجات في العلاج النفسي حاجه اسمها العلاج السلوكي المعرفي. ازاي تقدر تفكر؟ ممكن يكون في امور كتير جدا عامله مشكله لحضرتك في حياتك لان انت حضرتك بتفكر فيها بشكل خاطئ. لما تتعامل حضرتك مع حد يوري حضرتك طريقه التفكير السليم، ده بيحل لك جزء كبير من المشكله. انت النهارده لما تكون حضرتك جوه المشكله ما بتعرفش تلاقي لها حل. لما تتكلم مع حد من بره المشكله، حد اولا دارس ازاي يتعامل مع حضرتك، وتاني حاجه بعيد عن المشكله وبعيد عن الضغوطات اللي فيها، فده بيحل لك جزء كبير من المشكله. اذا عم سامح يروح لطبيب نفسي. والحاجه الثانيه بس عشان ما ننساش، ان علاج الاكتئاب مش حبايه هتاخدها النهارده هتبقى كويس اخر النهارده، مش مهدئ، لازم طبعا الاول طبعا المنومات مش حاجه كتير احنا بننصح بيها، احنا بنعالج المشكله. يعني المنوم ده اخر سلاح في ايد الطبيب النفسي يكتبه للحاله. عندنا بدائل كتير جدا بتخلي العيان ينام وفي نفس الوقت ما تعملوش مشكله او ما بيتعودش عليها، فلازم يصبر على العلاج. الفكره زي ما قلت لحضرتك، هو مجرد ما يبتدي ياخد العلاج مره في اتنين يلاقي ان ما فيش نتيجه. طبعا اي مضاد من مضادات الاكتئاب يبتدي يجيب نتيجه بعد 3 اسابيع، ولكن في البدايه يروح لطبيب نفسي. وناخد اتصال من استاذ محمد من الفيوم. استاذ محمد معانا؟
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ أهلا وسهلا بيك. أكلم الدكتور عمرو بعد إذن حضرتك. اتفضل يا فندم. بقول لحضرتك يا دكتور، أنا باخد علاج كده وصفة تبع دكتور صيدلي، إن أنا رحت وقلت له يعني أنا عايز حاجة بس تهدي الأعصاب أو تهديني شوية عشان بيبقى في شدة في الأعصاب ومشاكل الدنيا، وحضرتك عارف الأمور المنزلية والمشاكل الأسرية كتيرة يعني. تمام. فإداني علبة سوبر أنانيك. علبة إيه يا فندم؟ سوبر أنانيك. أنا مش سامع الاسم. سوبر أنانيك. يعني أحد علاجات ال يعني أو تمام. سؤال حضرتك إيه؟ ده بيألم لي معدتي، يعني باخده بيألم المعدة، وغير كده بيجيب لي خمول في الجسم وعايز انام على طول، وبحس ان انا ضايق، وفي حاسس ان انا هتقيأ او هرجع يعني. فعايز الدكتور عمرو يعني بعد اذن حضرتك يا دكتور تقول لي على حاجه غير كده يعني، غير السوبرانيل ده. تمام. بس هو المشكله الاساسيه عندك يا استاذ محمد ان انت عصبي شويه او مشدود شويه، بتتنرفز كتير في البيت. ده في البيت وفي الشارع وانا سايق العربيه وكل حاجه والله. فانت رحت للصيدلي، رحت للصيدليه وقلت له، وصفت له الحاله بتاعتك وهو كتب لك الدواء ده. تمام. ده هو اداني الدواء دوت، ادي خد الدواء ده يريحك يعني. طيب تمام. حضرتك يا دكتور عمرو هتسال الاستاذ محمد حاجه؟ لا بس هو يعني انا بس طيب عايز اقول بنشكرك يا استاذ محمد، وتابع معانا من خلال الشاشه. برضه دي من ضمن المشاكل، انا رحت لحد مش مؤهل ولا متخصص ان هو يعني يتكلم في علاج. السؤال هل الحاله محتاجه ان احنا ناخد دواء فعلا ولا لا؟ ده الطبيب النفسي هو اللي بيقعد مع الحاله ويبتدي يتكلم معاها ويقيم الوضع. في حالات كتير جدا بنرفض ان احنا تماما نديهم علاج. العلاج النفسي قد يكون كافي، دي حاجة. الحاجة التانية الطبيب النفسي هو المؤهل ومدرك للأعراض الجانبية للأدوية اللي بيوصفها، في جزء كبير منها يا إما بيكتب حاجة عشان تتلافى الأعراض الجانبية اللي ممكن تحصل من الدواء، يا إما يغير للمريض الدواء طالما ما استجابش. يعني أنا ممكن أكتب لاتنين مرضى نفس العلاج وفي مريض منهم تحصل له أعراض جانبية وما يتحملش الدواء، فيجي دور المتابعة مع الطبيب النفسي ويبتدي يحكي له ان في مشاكل مع الدواء، فيا اما يكتب له حاجه تساعده بحيث ان الاعراض الجانبيه دي تختفي، يا اما يكتب له دواء تاني يكون مناسب لحالته اكتر. وبالتالي فالنصيحه ان هو يتوجه لحد طبيب نفسي متخصص اولا عشان يقول له اذا كانت حالته محتاجه ان هو ياخد علاج من الاساس او لا، تاني حاجه يبتدي يكيف له العلاج المتناسب مع وظيفته مع شغله مع سنه مع ظروفه المرضيه، واذا كان في اعراض جانبيه يبتدي يتعامل معها. يعني حضرتك شايف ان خطر جدا ان اي حد ياخد دواء من غير اشراف طبي ومن غير وصف الطبيب للحاله اللي بيشخصها الطبيب. طبعا في شك، يعني ده خطر كتير يا استاذ محمد. في اي حاجه ما ينفعش نروح منا لنفسنا، وكتير من دول العالم ما بتصرفش علاج من غير روشته الطبيب. طبعا ده رقم واحد، فلازم نروح للطبيب المتخصص، وحاله زي بتاعتك لها علاج ان شاء الله عند طبيب نفسي بإذن الله تعالى. طيب نرجع تاني بقى حضرتك ونسأل عن حاجة خاصة من حاجة مرتبطة بالعلاج، يعني العلاج اللي بيوصفه الطبيب، هل بيشتغل على تنشيط هرمونات معينة بتطفي السعادة وبتقاوم الاكتئاب، ولا هي كلها مسكنات ويعني مهدئات؟ هنجاوب على السؤال ده بعد مداخلة من أم محمد من القاهرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت عايزة عندي الدكتور سامعني؟ أي يا فندم مع حضرتك. لو سمحت عندي ابني عنده 37 سنة. تمام. مريض باكتئاب بقاله 21 سنة. تمام. تمام يا فندم، سامع حضرتك. نعم سامع حضرتك، اتفضلي. وبقاله 21 سنة من سنة 2000 وهو بياخد علاج، وللأسف مفيش تقدم نهائي، وطبعا تابعنا مع دكاترة كتير، وللأسف ما بيبطلش كلام خالص، وتعبان أعصابه دايما تعبانة. تمام يا فندم. إيه أكتر الأعراض اللي حضرتك شايفاها عليه؟ والله هو على طول متوتر، لو قعد ساعة كويس
يبقى باقي النهار يعلمه ربنا. تمام. فاحنا بصراحه زعلانين. يعني هل هو يا فندم بيجي له فترات بيبقى منعزل وبيهمل في نفسه وما بيتكلمش مع حد، وبيجي له فترات تانية بيبقى كلامه كتير ونومه قليل وحركته كتير؟ ايوه. هل بيبقى عنده ضلالات مثلا؟ وبعدين ما بيخرجش من البيت بقاله 4 سنين، ما بيخرجش من البيت، وجاله تجبس عضلي وما بيتحركش، يا دوبك بيقوم يخش الحمام بالعافيه. تمام. هل حضرتك ما فكرتيش ان هو ممكن يتحجز لفتره في مصحه للطب النفسي؟ اتحجز قبل كده في ابو العزايم، وخد جلسات واخد ادويه كتير، هو حاليا بياخد دباكين 50 وبياخد الكترون. تمام. فبصراحه يعني ضاع نص عمره، الاعمار بيد الله. هو له اخوه تانيين يا ام محمد؟ له اخ دكتور صيدلي، وله اخت كبيره اكبر منه، والصيدلي اكبر منه، وهو اخر واحد. طب حاله الاكتئاب دي حضرتك شايفه يعني ايه اسبابها؟ يعني ايه الحاجات اللي والله اسبابها؟ هو يعني جاي له من ساعه ما كان في الثانويه العامه. تمام. من 20/4 سنه 2000 كان في ثانويه عامه. كان اتعرض لضرب من واحد مدرس جامد يعني، ومن ساعتها وهو تعبان، وللاسف اتجوز، قعد 5 سنين اتجوز، والاخر انفصل عن زوجته ومعاه ولد وما بيشوفوش. وطبعا ضغوط النفسيه بقى، وشايف بقى الناس بتروح وتيجي وبتخرج وبتتكلم، وشايف حياتها هو قاعد على طول في البيت. تمام. شكرا على اتصالك، وتابعينا ان شاء الله دكتور عمرو هيرد على حضرتك. طبعا احنا بنتكلم على حاله من حالات الطب النفسي. اولا محتاجه الحاله انها تبقى يتم مناظرتها بشكل كويس. الاكتئاب اللي موجود ده ممكن، طبعا احنا لسه ما اتكلمناش على الاكتئاب. الاكتئاب بيبقى نوع من الاثنين، يا اما الاكتئاب اللي احنا بنسميه اكتئاب اللي هو الميجر ديبريسيف ديس اوردر، اللي هو الاكتئاب احادي القطب، وقد يكون الاكتئاب جزء من حاجه اسمها الاضطراب الوجداني ثنائي القطب. الفرق ما بين الاثنين ان الحاله الاولانيه ان المريض بيعاني من الاكتئاب، او سواء جاله نوبه واحده او بيتعرض لنوبات متكرره من الاكتئاب طول الوقت، مشكلته الاساسيه هي الاكتئاب بس. فده احنا بنسميه الاكتئاب احادي القطب، ان المريض طول الوقت مشكلته فقط في الاكتئاب. فاوقات المريض بيجيله نوبات اكتئاب بس في المقابل بيجيله نوبات تانية من حاجة بنسميها الهوس، بتبقى عكس الاكتئاب إلى حد كبير. يعني المريض اللي عنده اكتئاب بيبقى كلامه قليل، منعزل عن الناس، مهمل في 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 نظافته الشخصية، مش عايز يتعامل مع حد، مش عايز ياكل، ما بينامش. هتلاقي إن في فترات بيحصل النقيض تماما للوضعية دي، تلاقي إن المريض بالعكس كلامه بدأ يبقى كتير جدا، عايز يخرج، عايز يتحرك، ما بينامش. يعني حالة زي حالة محمد. فأول حاجة الحالة أولا لازم يتم مناظرتها بشكل كويس للوصول أول حاجة للتشخيص السليم. مناظرتها بمعنى؟ إن تقعد مع طبيب نفسي ونبتدي نشوف الحالة وتتقيم بشكل كويس. يعني محمد راحت لطبيب نفسي وراحت كمان لأماكن مراكز متخصصة وتحجز كمان. ما هو يا فندم بيبقى في عدة أسباب للقصة دي. أولا إن ممكن المريض بعد ما بيتحجز، أصل خد بال حضرتك من حاجة، مفيش مريض بيتحجز في مصحة للطب النفسي وبيتم خروجه قبل ما يتم شفائه. تعافين. اللي بيحصل بعد كده إن المريض بعد فترة ممكن يبطل ياخد الدواء. ما هو الانتكاسة سببها عدم الانتظام في الدواء. فلازم المريض، الطب النفسي مختلف شوية عن فروع الطب التانية. مجرد ما بتعرض لحاجه زي كده وبدخل المصحه، انا سالت على دخول المصحه لان في حالات كتير جدا ما ينفعش تعالج في البيت لعده اسباب. يعني ممكن امتى دكتور، يعني بالمناسبه امتى المريض مريض الاكتئاب الطبيب ياخد قرار انه يدخل المصحه؟ هو في الاكتئاب او في الامراض النفسيه عموما، هو ده سؤال اول ما الحاله بتقعد مع الطبيب النفسي، ده سؤال الطبيب النفسي بيساله لنفسه، هل الحاله دي ينفع تتعالج في البيت ولا الحاله دي يجب ان هي يتم حجزها في المصحة. لو اتكلمنا في الاكتئاب دايما بنقول إذا كان المريض بيشكل خطر على نفسه أو على اللي حواليه، فيجب فورا إن هو يتم حجزه في المصحة، عشان الأطباء النفسيين هم أقدر ناس على التعامل مع المريض.
طب هل مريض الاكتئاب ممكن يشكل خطر على نفسه؟ أكيد. الاكتئاب دايما مرتبط بالأفكار الانتحارية. المريض عشان نقول إن هو عنده اكتئاب بنسبة كبيرة جدا بتبتدي تراوده أفكار انتحارية، وذلك بسبب إن هو بدأ يحس باليأس والشعور بالإحباط، وحاس إن هو في نفق مظلم، حاس إن الحياة ملهاش معنى، وحاس إن حياته ملهاش معنى. فتبتدي فكرة الاكتئاب هي الحل، فكرة الانتحار هي الحل السحري اللي هيخلصه من كل مشاكله. فطبعا الطبيب النفسي لما بيلاقي مريض اكتئاب يجب عليه فورا من ضمن الحاجات اللي هو بيعملها، بيعمل تقييم كويس جدا لحاجة بنسميها الخطورة، خطورة المريض على نفسه. هل هو جات له أفكار انتحارية ولا لا؟ وعلى فكرة ملهاش علاقة بإيمان الشخص، إذا كان هو مسلم مسيحي متدين مش متدين، هو اكتئاب معناها انتحار. هل نقدر نقول في تصنيفات معينة، أنواع معينة بناء عليها الدكتور بيقول التصنيف ده آمن والتصنيف ده يجب إن هو؟ هو أول حضرتك ما الطبيب النفسي بيقعد مع المريض وبيعرف إن عنده اكتئاب، لازم بيبتدي يتكلم معاه في فكرة الأفكار الانتحارية. هل أنت حسيت للحظة ما إن حياتك ملهاش قيمة، وإن أنت حاسس إن أنت مش خلاص مفيش لازمة من إن أنت تعيش معانا في الأرض، وفكرت في إن أنت تنهي حياتك ولا لأ؟ إذا كانت الإجابة بآه، بيبتدي يخش مع المريض في نقاش أكتر من كده. طيب هل أنت مثلا حاولت ولا كان الموضوع مجرد أفكار؟ طيب هل جهزت حاجة، جبت حاجة وعملت خطة معينة إن أنت تنهي بيها حياتك ولا لأ؟ هل كتبت وصيتك مثلا ولا لأ؟ لما جيت عملت المحاولة، هل المحاولة مثلا كانت في مكان معزول ومحدش يقدر يلحقك، ولا عملت المحاولة دي في مكان الناس؟ طبعا خد بال حضرتك المحاولات الانتحار بتبقى أكتر في الستات، لكن بتنجح أكتر في الرجال. يعني نسبتها أكتر، نسبتها كمحاولات في الستات أكتر، يعني ممكن عندها اكتئاب بس عملت حاجة وراحت قالت لهم أنا حاولت انتحر، فبتتلحق أكتر. لكن الراجل بيبقى مرتب للموضوع بشكل أكتر، وصعب جدا إن هو يتلحق. فطبعا بيبتدي يخش في مناقشة مع المريض النفسي، بيبتدي هنا بقى الخطورة بتتضح. يعني طبعا شخص مثلا ملوش حد بيسأل عنه، الفكرة موجودة معاه بقالها فترة، بدأ يستعد ليها وبدأ يحضر حاجات عشان يبتدي ينفذ، فطبعا الموضوع بيتاخد بمنتهى الخطورة، وتبقى جريمة في حق الطبيب النفسي لو ما تعملش تقييم كويس للحالة وساب المريض يمشي وراح أنهى حياته. فطبعا طب الحالة دي لازم تتحاجز طبعا في المصحة. إيه أنواع بقى الاكتئاب اللي بناء عليها الدكتور يقول إن دي حالة ممكن تكون مجرد أفكار ودي حالة كل بص حضرتك، كلمة اكتئاب معناها إن لازم المريض يتم نقاشه في الأفكار الانتحارية. إذا كان هو عنده اكتئاب وكلمت معاه قالك لا 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 أنا عمري ما فكرت في حاجة زي كده، برضو بننبه على الأهل وكل حاجة، لكن إذا كان المريض فعلا عنده أفكار بشكل واضح وعنده خطة كان رسمها وبدأ يستعد، ده مريض في منتهى الخطورة، لأن أنت لو سبته هيبتدي ينفذ. طيب نرجع لحالة أم محمد، يعني ذكرت لنا حضرتك التاريخ أول المرضي بتاعه أنه بدايته كان في المدرسة الثانوي من حالة عنف دراسي مدرس ضربه. هل فعلا مجرد ضرب مدرس لطالب أو لطفل أو لتلميذ ممكن تؤدي إلى يعني حالة نفسية، وإيه تفسير الحالة النفسية في الحالة؟ بص حضرتك، هو الضرب يعني قد يكون الضرب في حد ذاته كحاجة عملت له صدمة نفسية، إن هو مثلا ضربه قدام زمايله قدام أصحابه، فممكن يكون الموضوع بالضبط يعني عمل له صدمة، ممكن يكون كان بيحب المدرس ده جدا وبالنسبة له قدوة و و و وأهانه قدام دي الصدمة النفسية. احنا ده هيرجعنا لأسباب ايه اللي بيؤدي الاكتئاب في الآخر. في كل الأمراض النفسية مش في الاكتئاب بس، بنقول ان في عندنا شخص قابل لأن هو يحصل له مرض نفسي، وبتحطه في مناخ يؤدي لحدوث المرض النفسي. يعني هو جيناته، حد عنده في الأسرة عنده تاريخ مرضي، أو هو أصلا يعني الاكتئاب وراثي في جزء منه، مش الاكتئاب بس، معظم الأمراض النفسية لو في حد الاكتئاب هو يعتبر حاجة من اسمها من أمراض المزاج أو اضطرابات المزاج. طبعا في جزء منه وراثي، عنده استعداد وراثي، عنده مشكلة في النواقل العصبية اللي موجودة في المخ، عدم اتزان في كيمياء المخ، حد بيولوجيا أو وراثيا مؤهل إن هو يجيله اكتئاب، وبعدين تحطه في مكان تحصل له صدمة نفسية، أو تحطه في بيئة مليانة بالضغط والتوتر النفسي والعصبي، هينتج عنه إنه هيتعب. فممكن يكون بشقين بقى، الشق اللي هو الصدمة النفسية، وممكن يكون الضربة نفسها. يعني احنا في ناس كتير جدا حصل انها اتخبطت في دماغها او كده، او وقعت عمل مشكلة او تجمع دموي في المخ او كده. طبعا الحاجات العضوية في الاخر ممكن تؤدي
لمرض نفسي. فعشان كده احنا ما بنعالج الامراض النفسيه دايما الطبيب النفسي بيبقى عنده تفكير ان هو يستبعد ان يبقى فيه سبب عضوي ادى للتعب النفسي. يعني لو خدنا الاكتئاب مثلا، الاكتئاب ده مرض المفروض الناس تفكر ان هو مرض نفسي في بامتياز، يعني ملوش اسباب عضويه. لا، قد يكون في حاجات عضويه بتساعد او بتعطل. لما باجي اعالج العيان بحاول اعالجه بشتى الطرق والدنيا واقفه. من ضمن الحاجات ان عنده مشكله في الغده الدرقيه مثلا. الناس اللي عندهم نقص في افراز الغده الدرقيه، هرمون الغده الدرقيه عندهم قليل، لو ما خدوش هرمون الغده الدرقيه مهما بتحاول تعالجه من الاكتئاب عنده مشكله. فلازم تعالج دي الاول. الناس اللي عندهم نقص في فيتامين د، مهما حاولت تعالجه كطب نفسي لازم تعوضه الاول. لازم فيتامين د يوصل للمعدلات الطبيعيه. حد عنده مشكله في المخ، عملت له رسم، عملت له اشعه بالرنين المغناطيسي او اشعه مقطعيه على المخ ولقيت عنده ورم مثلا، مهما طبعا الورم ده في اماكن معينه هيبتدي يدي عوارض نفسيه. مش معقول هتفضل تعالجه نفسي وسايب المشكله العضويه. لو المشكله العضويه لازم تتعالج. طيب، ففي عندنا عوامل كتير. ممكن يكون تشخيص خاطئ اتوجه لحد تاني، ممكن يكون بعد ما العيان بقى كويس مفيش انتظام على العلاج. في حضرتك مشكلة كبيرة جدا، المريض النفسي بعد فترة بيقول لك وانت بتديني علاج ليه؟ انا بقيت كويس فما تدينيش علاج. ممكن يقول لهم انا باخد العلاج بس هو ما بياخدوش. فهو بالنسبة للحالة دي هترجع تتحجز تاني في مصحة يتم تقييمها بشكل مناسب. وحتى الامراض النفسية اللي بتبقى شوية يعني مقاومة للعلاج في تدرج، يعني في 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 بدايل. يعني ده ما نجحش، في عندي بديل اتنين، في عندي بديل تلاتة لغاية ما اوصل لحل. ولازم الأسرة كلها تقعد مع المعالجين النفسيين عشان يتم تثقيفهم وان يبقى عندهم وعي بالمرض وكيفية علاجه، عشان يبقوا فاهمين ازاي نتابع مع العيان، ازاي خد علاجه، ازاي يتعامل معاه في البيت. يعني اعتقد ان ده هيبقى كافي ان شاء الله وربنا يعافيه ان شاء الله. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم يا دكتور عماد. اهلا وسهلا، عليكم السلام. تحيك يا دكتور عماد والله، وتحياتي للدكتور وتحياتي للفريق الاعداد وجمال يا فندم. ربنا يبارك في حضرتك وتشكر يا فندم ان انت بتوصل صوت الناس الغلابه دي حضرتك. الله يخليك، متشكرين على تواصلك الدائم وعلى متابعتك للبرنامج وعلى مداخلاتك. محترمين ودين بيجيبوه محترمين والله يا دكتور عماد. ربنا يبارك في حضرتك صديق البرنامج الجميل المتابع الجيد وبتشجعنا دايما. الله يبارك فيك. عايز اكلم الدكتور والله يا شيخ. اتفضل اتفضل يا فندم. انا كان من علي ربنا الحمد لله بحمد ربنا جوه من مده 4 سنين كده. كان ايه؟ بغضاريف في رقبتي في الرابعه الخامسه قطنيه والصدريه وكله. تمام. فعملت عمليه سبعه ان هي مثلا وقاعد انا حاليا قاعد في البيت، حسيت باكتئاب في ال4 سنين طبعا من قاعد في البيت. جاني عمليه اغصناق وجات يعني برنامج خامس. فيا ريت عاوز حاجه تنومي لو ساعتين ثلاثه بس. كان ايه؟ معلش سؤال، يعني طلبك تاني؟ طلبي ان انا 4 سنين طبعا بعد ما عملت العمليه تعبت وما طلعت من البيت. اه. فيا ريت عاوز حاجه منومه تسوني لو ايه؟ لو 3 4 ساعات ما بنامش من الالم. تمام حاضر. تمام، طيب تابعنا من خلال الشاشه ودكتور عمرو هيرد على حضرتك ان شاء الله. طبعا وحضرتك ده نموذج برضو. لو جينا اتكلمنا على الاسباب اللي تؤدي للاكتئاب، اكيد الامراض العضويه اللي بتؤثر على الشخص. يعني شخص كان بيشتغل وبيخرج وبيروح وبيجي دلوقتي قاعد في البيت فتره طويله، طبعا اكيد ده من ضمن الحاجات اللي بتخلي الشخص ممكن يخش في اكتئاب. عشان اعالج برضو فكره النوم، الموضوع بسيط جدا. اولا السبب العضوي لو له حل، لان في اوقات انا يتهيأ لي ان المشكله اللي عندي ملهاش حل، وممكن لو رحت لطبيب تاني وتابعت الموضوع طبعا الاحباط والياس ممكن يكون في حل. أوه. مبدئيا يعني لو في عندي سبب عضوي والسبب العضوي ده مترتب عليه مشكله نفسيه، احاول اولا اعالج السبب العضوي بالتوازي مع حل المشكله النفسيه. طيب لو السبب العضوي ملوش حل، بنرجع هنا للجزء اللي احنا اتكلمنا عليه، العلاج السلوكي المعرفي، ان انا ببتدي اعمل اعاده تصحيح للمفاهيم. ان احنا وارد جدا ان احنا يبقى عندنا مشكله بس عندنا نقط إيجابية تانية في حياتنا ممكن نستفيد منها، وممكن النقط الإيجابية دي تخلينا نخرج من الحالة اللي احنا فيها. طبعا الموضوع بسيط، مجرد ما بيبتدي ياخد علاج للاكتئاب مع الوضع في النظر. يعني دايما الطبيب النفسي لما بيكون بيتعامل مع حالات اكتئاب أو اضطرابات المزاج بشكل عام، من ضمن الأسئلة اللي بيسألها وبيركز فيها مع المريض، هل أنت بتنام بشكل كويس ولا لا؟ لأن الوصول لنوم كافي
جزء مهم جدا لعلاج الاكتئاب او علاج اضطرابات المزاج بشكل عام. فهو بيعالج القصتين بالتوازي، بيديله حاجه تساعده للخروج من الاحباط والاحساس بالياس، والادويه المضاده للاكتئاب على فكره مع العلاج النفسي بتحسن القصه دي بشكل ممتاز. كان قبل اتصال ام محمد كنا بنتكلم بقى على ادويه علاج الاكتئاب. تمام يا فندم. يعني ايه الماده الفعاله اللي فيها او بتنشط ايه عشان تعالج الاكتئاب؟ هو حضرتك هو ده بياخدنا الاول لما هم جم يناقشوا مرض الاكتئاب، هم لقوا ايه الاسباب اللي بتؤدي اليه. طبعا في الطب النفسي معظم الحاجات عباره عن نظريات، ولكن هم لقوا ان السيروتونين بالذات او زي ما حضرتك قلت هو هرمون السعاده، وان احنا لما بنزود نسبه السيروتونين في المخ الدنيا بتتحسن الى شكل كبير، وبعد كده لقوا الدوبامين. فالقصه كلها بتتمحور اساسا على السيروتونين، وهتلاقي ان حضرتك ان ادويه الاكتئاب كلها معظمها في الاخر بتؤدي ان هي ترفع نسبه السيروتونين. بشكل مبسط انا عندي مشكله في كيمياء المخ، مش السيروتونين بس، حاجات كتير كيمياء المخ مش متظبطه، فيها عدم توازن، انا بحاول اوصل للتوازن اللي بيخلي المخ يبتدي يتعامل بشكل ممتاز يعني. فالسيروتونين هو نمره واحد. في بقى نظريات كتير جدا على زي ما حضرتك قلت الهرمونات. حاله زي حاله ام محمد اللي كانت يعني بتكلمنا من شويه، ابنها اللي هو اتضرب في المدرسه، فابنها ما اتضرب في المدرسه، هل هي ما لاحظتش اعراض معينه بتقول ان عنده اكتئاب؟ يعني لو احنا عايزين نقول للساده المشاهدين اللي قدامنا دلوقتي وبيشاهدونا ان في اعراض معينه لو لاحظتيها على ابنك او لاحظتيها على شخص قريب منك تعرف ان ده كده عنده اكتئاب. بالظبط. فايه الاعراض دي؟ اعراض الاكتئاب، بص حضرتك طبعا الطب النفسي يعني له تصنيفات، وهم في كل الامراض بيقعدوا يحطوا مواصفات معينه عشان يوصلوا للتشخيص. فالاكتئاب دايما بيتكلموا ان في عرضين اساسيين مهمين جدا عشان نقول ان في شخص عنده اكتئاب، لازم العرضين دول يكونوا موجودين. بعد كده مجموعه الاعراض الثانيه بتبقى مهمه لكن بعد وجود العرضين دول. العرض الاولاني اللي هو المود الاكتئابي، يعني ده اللي هو حتى الطبيب النفسي لما بيسالك مزاجك ايه، فبتقول انا مكتئب، حاسس ان عندي اكتئاب، مزاجي مش حلو، مزاجي وحش. فده لازم يكون، ما ينفعش واحد مزاجه حلو نقول انت عندك اكتئاب. فنمره واحد ان هو يكون مزاجه وحش. الحاجه الثانيه حاجه غريبه جدا، ان هو الشخص دايما مثلا لما بيبقى في اوقات فراغه بيبقى في حاجات بتبسطه، يعني تلاقي في مثلا حد بيشجع مثلا الاهلي، بسط جدا متفرج على الماتش، حد مثلا بيحب يتفرج على مسلسلات، حد بيحب يتفرج على التلفزيون، حد بيحب يخرج يصطاد، عنده متعه معينه في حاجه معينه، شغف بالقصه دي بتبسطه. مريض الاكتئاب الامور اللي كانت بتبسطه قبل كده بطلت تبسطه، يعني هو لو بيحب يتفرج على مسلسل معين بيخليه مبسوط جدا وسعيد، يبتدي يتفرج عليه ما يحسش بالمتعه. لازم العرضين دول يتوفروا في المريض عشان نقول ان هو عنده اكتئاب. طب لو حبينا بقى نقول، ولازم لمده، معلش انا اسف، لمده اسبوعين على الاقل. يعني ممكن يكون مزاجك وحش النهارده ما اقدرش اقول ان عندك اكتئاب، لازم القصه دي تبقى مستمره على الاقل لمده اسبوعين. ده العرضين الاساسيين. في اعراض تانية بس حضرتك اتفضل. عايزين بقى نقول اننا وصلنا لمرحله وصف الطبيب وكتابه الروشتة. تمام. في كبسوله صغيره حضرتك تنصحنا كطبيب نفسي ازاي نتعامل مع الاكتئاب، وازاي نعمل وقايه اننا نصل لمرحله الاكتئاب. وقايه من الاكتئاب؟ وقاية. علاج الاكتئاب طبعا اول ما الاعراض اللي احنا قلتها لحضرتك، طبعا الشخص بالاضافه للعرضين دول بينسحب من الحياه الاجتماعيه، عنده احساس باليأس بالاحباط، ان الحياه ملهاش معنى. في اعراض بقى جسمانيه كتير، يعني عنده ارق زي ما احنا اتكلمنا، فقدان للشهيه وبالتالي وزنه بيبتدي يقل، عنده نقص في الدافعيه الجنسيه، اعراض بقى جسمانيه كتير، احساس بالالم وتوتر في الجهاز الهضمي وحاجات كتير بالشكل ده. دي اعراض زي ما قلت لحضرتك لو استمرت لفتره اكتر من اسبوعين، خصوصا كمان مع الاعراض بتاعه الافكار الانتحاريه اللي احنا اتكلمنا فيها، ده هنا مريض مصنف ان هو مريض اكتئاب. بيتوجه طبعا للطبيب النفسي، بيبتدي نظره، بنتاكد من قصه هل هو اكتئاب احادي القطب او ثنائي القطب، في افكار انتحاريه ولا لا، بيبتدي يحدد الخطوه اللي هيمشي عليها، هل ده محتاج ان هو يتحجز في مصحه زي ما قلنا لو في خطوره عليه، او ما فيش حد في البيت يهتم بيه او يديله العلاج او بشكل خطوره على نفسه، ده جزء. لو هيتعالج في البيت طبعا اول حاجه زي ما احنا قلنا العلاج النفسي، جلسات العلاج النفسي بتجيب نتائج ممتازه جدا مع المريض مع ادويه الاكتئاب، وادويه الاكتئاب متدرجه
بكذا حاجه، وهي ادويه امنه جدا، ما بتسببش ادمان ولا تعود، ومعظم اعراضها الجانبيه لا تذكر. لسه برضو عنده حته العلاج بالصدمات الكهربائيه، خصوصا في مرضى الاكتئاب بيجيب نتائج ممتازه مع المتابعه بعد كده. ولتجنب الاكتئاب. تجنب الاكتئاب طبعا، الحياه اللي انا عايشها لازم تبقى حياه صحيه، اكون صداقات، اعيش في بيئه ما فيهاش ضغوط، ما تناولش مخدرات، ما تناولش، اقلع عن التدخين، ممارسه الرياضه، اشغل فراغي بحاجات مفيده وهادفه، اكل اكل صحي، كل الحاجات دي طبعا بتمنع الاكتئاب، مع ان انا اعيش في بيئه خاليه من الضغوط، ان ما يكونش عندنا ضغوط نفسيه. يعني ما اكونش انا موجود في مدرسه واتعرض مثلا، الطفل يتعرض مثلا لايذاء جسدي او نفسي او انتهاك او الحاجات دي كلها. ما اعيش في اسره مليانه ضغوط وصراعات. يعني في نهايه حلقتنا وفي نهايه روشتتنا بنقول ان لا غنى عن الطبيب النفسي، وان الطبيب النفسي يعني ملاذ كل شخص يعاني من مشكلات نفسيه، وان الطبيب النفسي بيساعدنا وما هواش وصمة زي ما الميديا ما صورت لنا. في نهاية حلقتنا بنشكر دكتور عمرو علي المراكبي، أخصائي المخ والأعصاب والطب النفسي وعلاج الأدمان. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. أعزائنا المشاهدين متابعي برنامج روشيتا، بنشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.